رجعنا تاني ولسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس. دلوقتي بنوصل معاكم لرحلتنا في الانستجرام. هنبتدي معاكم الانستجرام من حساب نادي فيرنتينا الايطالي واللي اعلن انضمام النجم الفرنسي الكبير فرانك ريبيري لصفوفه ونشر كمان الصوره دي وكتب مرحبا بيك يا اسطوره. كمان كيفن بوارينج لاعب فريق فيرنتينا الايطالي رحب بريبيري ونشر الصوره دي وكتب له اهلا بيك. كمان حساب نادي بايرن ميونخ الالماني نادي سابق لريبيري واللي طبعا شهد اعظم لحظاته في مسيرته في الكوره ومعظم طبعا انجازاته كانت معاه نشر له الصوره دي مع عدد كبير جدا من الكؤوس ومن الدروع وكتب له نتمنى ليك الافضل في فيورنتينا. برضه حساب دوري ابطال اوروبا نشر نفس الصوره الحلوه دي لريبيري وكتب له بطل دوري ابطال اوروبا 2013 ينتقل لفيورنتينا.